تلويحة باليد للكاميرات، ابتسامة صغيرة للصحافيين وخطوات بطيئة، ثم يدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشاء مجموعة العشرين متأخراً نصف ساعة، فكان آخر الواصلين. وحيداً بدا الرئيس الأمريكي، أو ربما غريباً، ينظر يميناً ويساراً، يتحدث تارة مع بان كيمون، ثم يقترب من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. حديث جانبي سرعان ما تنضم إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الفرنسي. ولكن أين الرئيس الروسي ومستضيف القمة فلاديمير بوتين من لقاء الجبابرة؟ هذا هو يجلس في مقعده وعينه على القمة المصغرة من دون أي حديث أو تواصل بينه وبين أوباما. فبعد المصافحة السريعة بينهما عند وصول أوباما إلى سانت بطرسبرغ انقطع الاتصال بين الرئيسين، انقطاع حقيقي بعد الانقطاع الافتراضي إثر إزالة بوتين الرئيس أوباما من قائمة أصدقائه على فيسبوك. وماذا عن سوريا؟ لا جديد. مجدداً فشل زعماء العالم في تقريب وجهات النظر حول التدخل العسكري هناك. من كان يتوقع عكس ذلك أصلاً؟